فرحه بالمناسبه لان سياره طابق تماما طلب الشعب التونسي للطبقه الوسطى من شباب وغير شباب وخاصه النساء اللي شفتوها حلوه هايله الوانها دنيتها فهمتني وسومها بالنسبه للكاليتي فيها كاليتي محترمه جدا. عندنا نفس السياره 2008 ولكن صنع القديم اليوم هذه صنع جديد فيها اليات جديده فيها كونفور اكثر فيها استهلاك اقل فيها شفت الالوان الموجوده الى غير ذلك ولكن السعر ما يزيدش اكثر ثم الاسمون تاع دينار الوقاع ربما هذيك هي الفارق الوحيد ما نجمش نعطيك بالضبط ولكن تكون مضمانه رابور كاليتي بري نبدا نعمل في الدعايه ما تلقاهاش غيرها. والتسهيلات لان يعني عندنا تسهيلات مع الليزينغ معناها انه معناها ما بين 450 دينار شهريا نجم تاخذ سياره. سي عبد الرحيم الفواتير في الدار انتم كونسيرني معناتها بارمي لي نعم احنا يقولوا لي بوفوار داشا دو تونيزيان معناتها انتم با سي فواتير معناتها نو بي با كريتير دو بوفوار داشا دو تونيزيان احنا شاعرين به ونعرفوه والحكومه عملت مجهود ورجعت السياره الشعبيه واسعارها نعتبر في متناول معناها طبقه معينه بطبيعه الحال ولكن ثم تسهيلات اخرى من البنوك شفتوا بعض منها تو مش تعامل معها كما البنك تلعبي تعمل معها اتفاقيه خاصه لقروض معناها معقوله جدا والاسعار زاد معقوله تبقى ثم هذه نوع من السياره بيجو تكون بيجو فيها جارونتي فيها سيكيورتي فيها معناها عده اشياء وتختار سياره تبقى لك انت خمس ست سنين مرتاح زاد هذه فرق على 500 ولا 1000 دينار يا اخوي افضل سيكيورتي نتاعي فيها هذه صنعت خصيصا ما كانش موجود السيارة 108 فهمتني ان شاء الله توا في جويليا تكون جاهزه وحاضره للبيع. انتم راضيين على الكوتان نتاع عمركم انتم سابو كونفيان تري بيان. انتم راضيين على الكوتان نتاع المينيستير 550 كهرباء. ماناش راضيين ليش؟ احنا الناس منضبطين ومنظمين مع الكوتان مادام قررتها الدوله ولكن لما يقول لكم اليوم المدير العام تاع اوتوموبيل بيجو اللي كونه في عام 2015 وعد باش الاستثمار يزيد في تونس الشراءات تاع القطاع المصنوعه في تونس معامل معناها في تونس باش يزيد ب 50 مليون اورو جاء اليوم ومشى قابل رئيس الحكومه وقابل ثلاثه ولا اربعه وزراء باش يقول لهم لا يا سيدي راهو ما زدناش 50 مليون اورو زدنا 112 مليون اورو اش معناها 112 مليون اورو معناها حوالي 230 مليار هي 230 مليار في الدوفيز جايبتها وتشري شراءات هذوما كي تشوف شراءات البيجو كل من فرنسا ما يجوش 230 مليار لكن بصفة عامة توا اليوم بيجو وصلت تشري من تونس 350 مليون أورو.